السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم أصدقائي؟ اليوم إن شاء الله بدي أعلمكم كيف تسجلوا على جامعة أماسيا. مثل ما بتعرفوا إنه جامعة أماسيا فتحت التسجيل للعام الدراسي 2019 وبتقبل بالشهادة السنوية إضافة لبعض الشهادات اليوس الأخرى. طبعا التسجيل عليها بسيط، تابعوا معي خطوة بخطوة مشان إن شاء الله تتعلموا كيفية التسجيل. أول شيء بتحطوا إيميلكم هون، وبعدين بتعملوا العملية الحسابية الموجودة، بتحطوا ريجستد كايدول يعني سجل بالسيستم، بعدين بتحطوا ايميلكم وكلمة السر، وبعدين بتعملوا العملية الحسابية هاي وبتدخلوا على الموقع. طيب هلأ هون بيقولكم انه اول شيء انكم لازم تعبوا كامل الابليكيشن، لازم ما تنقصوا ولا ورقة ولا اي شيء. حطوا له سنراكي صعيفة. بيطلع عندكم اول شيء انه كيفية نوع التسجيل، انه انتو كيف بدكم تفاضلوا على هاي الجامعة، هل انتو كاجانب او كسوريين او معكم كرت ازرق او انت كتركي ودارس برا. فالسوريين بيختاروا سوريا لأوروكلو يعني الجنسية السورية، بعدين بتختاروا بتحملوا الصورة بتحطوا يكلة، بعدين بتحطوا رقم الكملك او رقم الباسبورت، اذا ما معكم جواز سفر تكبسوا على باسبورتوم يوك، بعدين بتحملوا صورة الباسبورت، بعدين تكتبوا اسمكم هون، شرط يكون الاسم طبعا بالاجنبي او بالتركي، الكنية، بعدين بتحطوا اسم الاب، بعده اسم الام، بعده بتحطوا تاريخ الولادة، مكان الولادة، بعدين التاريخ، بعدين بتختاروا هون ذكر او انثى، طبعا هلأ انا ما حاختار، بعدين بتحطوا انه اذا متزوج او اعزب، بعدين بتختاروا هون الجنسية وبتحطوا انه اما عن طريق الولادة اللي هي الدوملة او عن طريق الباشفورة اللي هي التسجيل، واذا في عندكم جنسية تانية كمان بتكبسوا هون وبتختاروا طريقة حصولكم على الجنسية وبتحطوا سنراكي صعيفة. اوكي تمام. طبعا انا ما عم يرضي لانه بده بعض المعلومات، انا ما بدي اعبي شيء هون. 13 4 اوكي الجنسية كمان تبعها شو ما كانت. تبدو صورة ما يرضى ممكن لا ممكن نختار له هاي، نحط له يكلة، طيب اعتقد هيك تمام. اوكي طيب هلأ بقى عم نروح على معلومات الاتصال. بيقولنا هون بده العنوان، بعدين البوستا كودو اللي هو الرمز البريدي، حطوا الرمز البريدي من الانترنت مثل ما قلت لكم هديك المرة، بعدين بتختاروا المنطقة اللي انتوا قاعدين فيها وبتختاروا مثلا اي دولة اي مدينة وبتحطوا هون الدولة. هلا انا عم بختار اشياء لا على التعيين طبعا، بس انتو اختاروا اشياء صحيحة. وهذا رقم بده رقم التليفون،
وبعدين بنحط له سونراكي صيفا. طيب هون بيطلب منكم معلومات بقى الثانوي. اول شيء بيطلب منكم تحميل السنوي الشهادة الثانوي. اوكي بعدين بيطلب منكم تحميل شهادة، بعدين بيطلب منكم تحميل كشف العلامات. بعدين بيطلب منكم الدولة اللي انتو تخرجتوا منها، اكتبوا اسمها. لا عفوا بيطلب منكم هون اسم الثانوية، بعدين بيطلب منكم اسم الدولة، اسم المدينة، بعدين بقولكم اختاروا الدولة، بعدين هون بقولكم مجموع عدد السنوات اللي درستوها ابتداء من المدرسة الابتدائية، بعدين بقولكم هون مجالكم. طبعا العلمي بيحطوا صيصان، اما الادبي بيحطوا سوزان. مثلا السنة اللي اخذتوا فيها بلشتوا فيها بالدراسة، والسنة اللي تخرجتوا فيها. العلامة هون طبعا ما في من 240، هون في من 100، راح فرجيكم انا من 100. وفيكم بقى تحطوا هون المعدل، وبعدين بتحطوا قاعدة وسنركي صيفا. طبعا اصدقائي بهاي الصفحة بتحبوا تعبوها بتحبوا لا، الخيار لكم، لانه الجامعة قايلة انه انا بقبل على الشهادة السنوية، بس انتوا اذا بتحبوا تعبوها انا راح احكم كيف الطريقة، بس انا ما حعبي هون شيء. قلت لكم كم فيكم تعبوا عن طريق الشهادة السنوية اللي انتوا اوريدي اصلا عبيتوها في الملف، او فيكم تحطوا التوجيهي للاردن واليوس للناس اللي معاه يوس. طبعا بتحب يحط يوس بيختار اي شهادة بده اياها، يعني بيختار الدولة اللي تخرج اللي اخذ فيها هاي الشهادة، بعدين اذا في عنده شرح هذا الامتحان ممكن يحطه، وبيحط بعدين الشهادة وبيحط السنة، وبيحط بعدين بالاخير على هذا الزر الاخضر اكله. بعدين بتروحوا على الرغبات بقى. الرغبات طبعا الجامعة يعني المقاعد اللي عطيتها على معظم ادبي، هاي المقاعد اللي اتاحتهم الجامعة للطلاب الاجانب. لنفرض مثلا بتكون الهيات فاكولتيسي، فبتختاروا مثلا هيك، وبعدين بتضغطوا على هذا الصح، وبتحطوا بعدين تمام انا ادخلت المعلومات. لهون اصدقائي بيكون انتهى التسجيل على هاي الجامعة. بتمنى ان الجميع يكون استفاد من هذا الفيديو. اذا في عندكم اي اقتراحات او تعليقات حول موضوع الجامعات اكتبوا لي بالتعليقات على هذا الفيديو. لا تنسوا كمان دعمنا عن طريق اللايك والتعليق على هذا الفيديو. طبعا ان شاء الله اللي حابب انه ننزل فيديو عن موضوع نصائح عن الجامعات او عن التسجيل عن الجامعات يكتب لنا كمان في التعليقات على هذا الامر، ولا تنسوا تدعمونا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.